إذا تعرضت لحادث مروري لا سمح الله، عليك بالهدوء واتباع التعليمات التالية. بداية، عليك بتشغيل أنوار الطوارئ وإطفاء المحرك. ترجل من المركبة حتى وإن كان الحادث بسيطاً لوضع المثلث أو القمع التحذيري، وانتبه أثناء ذلك لحركة السير، ولا تعطي ظهرك للمركبات القادمة، وأضئ مصباح اليد أو الجوال للتنبيه خاصة أثناء الليل. إذا كان الوضع غير آمن في الخارج، ابق في المركبة وانتظر وصول المساعدة. اتصل بالجهات المعنية لمباشرة الحادث، وأبلغهم حال وجود مصابين، وقم بإعطائهم معلومات تفصيلية عن ذلك، كتحديد العدد والجنس ونوع الإصابة كالكسور أو النزيف الشديد وغيرها، وأبلغهم كذلك في حال وجود مصاب محتجز داخل المركبة. لا تقم بتحريك المصابين لأن ذلك قد يتسبب في زيادة حدة الإصابة، ويستثنى من ذلك الحالات الطارئة كاشتعال المركبة. واستعد لتقديم المساعدة الممكنة لهم حسب التوجيهات التي تعطيها لك الجهات المعنية على الهاتف، كإيقاف النزيف وإجراء الإسعافات الأولية إلى حين وصول الإسعاف للموقع. عليك أيضاً بالتبليغ عن حالة المركبات المشتركة بالحادث، وهل هي قابلة للتحريك أم لا؟ انتظر وصول الجهات المعنية قبل تحريك المركبة، إلا إذا كانت تعرقل السير أو تشكل خطراً على السلامة العامة. ففي هذه الحالة، قم بأخذ صورة للحادث، ثم حرك المركبة لمكان آمن. إذا مررت بجانب حادث مروري ووجدت بأن هناك من يقدم المساعدة، استمر بالسير في طريقك، لأن التجمهر يعيق وصول المساعدة لمن يحتاجها. ختاماً، تذكر بأن تصرفك الصحيح بعد الحادث هو اتباع مبدأ حفظ النفس الذي يحث عليه ديننا الحنيف. في أمان الله.